جيشنا الباسل يواصل عملياته في القصير ويقضي على أعداد منهم داخل المدينة ويدمر أوكارهم، من بين الإرهابيين القتلى معن زهوري، محمد حسيان، أكرم فرح ورواد فرح. مراسلنا الحربي معين درغام عد لنا التقرير التالي. نواصل رصدنا لإرهاب جبهة النصرة في مدينة القصير. كما نشاهد إذن وصلنا إلى مقبرة القصير، هذا هو حي المقبرة بعد أن قامت بواسل الجيش العربية السوري بسيطرة على هذا الحي وعلى هذه المنطقة الهامة، حيث كانت مخبأ ومعقل للإرهابيين المرتزقة. قامت بواسل الجيش بالسيطرة على هذه المنطقة، والقوات طبعا في الأمام تتقدم باتجاه عدة محاور. إذن هذا هو الشارع بجانب المقبرة، إذن هذه الصور من منطقة المقبرة في مدينة القصير بعد سيطرة بواسل الجيش العربية السوري على هذه المنطقة. كاميرا أخبار تلفزيون العربية السوري تدخل إلى منطقة المقبرة في القصير بعد سيطرة الجيش العربية السوري على هذه المنطقة. معنا أحد القادة الميدانيين في منطقة القصير، كيف تم السيطرة على منطقة المقبرة والقضاء على الإرهابيين؟ لقد تم تطهير منطقة الشوارع المحيطة بمنطقة المقبرة الواضحة أمامنا تماما، وكما تلاحظون مساند الرمي التي كانت تعتلها المجموعات الإرهابية المسلحة والقناصون، حيث يقومون بإطلاق النار على المدنيين الأمنين وعلى قواتنا المسلحة الباسلة. يعني كما نشاهد الآن هذا أحد أوكار الإرهابيين ويقومون بداخله المتاريس للاعتداء على المواطنين. نعم، كما رأيتم هذه المتارس المحصنة في المباني، لا سيما المباني العليا التي كانوا يستخدمونها للقنص وإطلاق العبوات وإطلاق النيران على الأخوة المواطنين الآمنين في القصير. إذن بواسل الجيش العربي السوري تستمر بملاحقة الإرهابيين في مدينة القصير. أصبحنا الآن في أحد مقرات القادة المجموعات الإرهابية كما تلاحظون، حيث هناك أماكن يقومون بصناعة العبوات الناسفة هاي الأسلاك الموجودة. نعم، هذه الأسلاك تستخدم لصناعة العبوات الناسفة وتفخيخ منازل المواطنين المدنيين الآمنين في مدينة القصير. كما نتابع أحد مقرات الإرهابيين، كل هذه الأدوات تثبت بأن إرهابي جبهة النصرة كانوا يقومون بالاعتداء على الأهالي. طبعا هذا منزل أحد المواطنين اللي دخلوا الإرهابيين واحتلوه وقاموا بتهجير أهل هذا المنزل. كما نشاهد بعض معدات الإرهابيين داخل هذا المقر من أسلاك كانوا يستخدمونها لزرع العبوات الناسفة والألغام وبعض أجهزة الاتصالات. كما نشاهد كان يستخدمها الإرهابيون في هذا المقر. تلاحظون الآن أحد العبوات الناسفة التي لا زالت موضوعة في أحد منازل المواطنين الأمنيين، كما نشاهد البزات العسكرية للمجموعات الإرهابية المسلحة، وكان هناك بعض أجهزة الكمبيوتر قمنا بأخذ الحصول على المعلومات التي تخدمنا في هذا المجال، ومجموعة من السيديات التي تجسد إرهاب المجموعات المسلحة. Thank you.
إذا نصل إلى منطقة متقدمة من الاشتباكات التي تدور بين وحدات الجيش العربية السوري والعناصر الإرهابية داخل مدينة القصير. هذا أحد أبراج الاتصالات في وسط مدينة القصير. للمزيد